مساكم الله بالخير مرة ثانية وثالثة ورابعة وعاشرة، نرحب فيكم دائما. موضوعنا التالي، وفي ظل التوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، قامت الهيئة العامة للصناعة بتحفيز القطاع الصناعي على رفع مستوى جودة المنتج المحلي من خلال منح جائزة حضرة صاحب السمو أمير البلاد للمصانع المتميزة وفق ضوابط ومعايير عالمية محددة. وقد حصلت شركة البترول الوطنية الكويتية على جائزة أفضل مصنع متميز في دولة الكويت من فئة المصانع الكبرى إثر مشاركتها بأحد مصافي الشركة الثلاث، وهي مصفات لشعيبة. للحديث عن هذا الموضوع سيكون معنا الأخت الأستاذة انتظار السابج، رئيس قسم تشجيع الاستثمار في الهيئة العامة للصناعة، وأيضا مقرر لجنة جائزة سمو الأمير للمصانع المتميزة. وأيضا سيكون معنا السيد مطلق العازمي، نائب الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية لمصفات الشعيبة، وهو المصنع الفائز بجائزة حضرة صاحب السمو أمير البلاد للمصانع المتميزة. مساكم الله بالخير. مساكم الله بالخير أستاذ انتظار. أهلا وسهلا. وقبل لا نبتدي بأسئلتنا، عندنا هذا التقرير واللي إن شاء الله راح يكون مدخل لبداية حديثنا، ندعوكم لمتابعة هذا. باسم اللجنة المنظمة في الهيئة العامة للصناعة، يسرنا الترحيب بكم لحضور فعاليات ندوة فرص الاستثمار الصناعي المقامة بالتعاون مع منظمة الخليج للاستشارات الصناعية في قطاع الصناعات التحويلية البتروكيماوية، متزامنة اليوم مع احتفالية الإعلان عن نتائج جائزة حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه للمصانع الوطنية المتميزة. أولاً، فئة المصانع الكبرى من الشركات الرائدة في دولة الكويت وعلى المستوى الإقليمي والدولي، هي شركة نفخر بها ونعتز، ضمت جميع معايير التمييز في أدائها والتميز، هي شركة البترول الوطنية الكويتية مصفات شعيبة. إذن أستاذ انتظار، تابعنا تسليم مراسم تسليم الجائزة، نبي نعرف شنو فكرة الجائزة، شلون بدت هذه الفكرة، يعني نبي القصة من الألف إلى الياء، تفاصيل عندك بالتأكيد. أنا بالبداية شاكرت لكم وشاكرة للإخوان في شركة البترول لحرصهم تواجدنا معهم اليوم. في الحقيقة فكرة الجائزة جاءت بناء على حرص الهيئة العامة للصناعة بتنمية القطاع الصناعي ولتعزيز القدرة التنافسية، فأصدر مجلس الإدارة قرار بتخصيص بند مالي يخصص لمنح جوائز للمصانع المتميزة وفق ضوابط ومعايير محددة. الهدف كان في الحقيقة، هو أهداف كثيرة، بس الهدف الأساسي تشجيع الشركات الصناعية على تقييم أدائها ومقارنتها بالممارسات العالمية، بالإضافة إلى مشاركة وتقدير الهيئة للشركات الصناعية اللي وصلت واللي قاعدة تحاول أنها ترتقي بالجودة والكفاءة في الأداء لتحقيق معدلات نمو مستمرة. طيب، يعني الفكرة نشأتها أحد الأسباب هو تشجيع الصناعة. نعم. طيب ليش، يعني أنا بعرف الفكرة هذه، ليش ما بديتوا فيها من قبل يعني؟ لا، بعدين فيها بسام، بعدين فيها من 2002. هذه ثالث دورة، هذه ثالث دورة، هذه الدورة الثالثة. منحنا جوائز من 2002 2007 والآن كل سنة، هي المفروض كل سنتين، بس الآن تأخر التكريم لظروف يعني خارجة عن الإرادة، بس المفروض حسب قرار مجلس الإدارة كل سنتين تقام
زين منو فاز فيها؟ انا يمكن ماني متابع مواضيع الصناعه وايد. الدوره هذه ولا تبي الدورات السابقه؟ لا بالدوره السابقه مصفات الشعر. السابقه شركه إيكويت، شركه المطبعه البريطانيه، مصنع الرايه للنجاره، كان في عندنا جوائز تشجيعيه لاعلى نسبه عماله وتصدير. الدوره هذه شركه البترول، شركه نقل وتجاره المواشي، شركه الميل للخدمات، وحدات التحكم، الجسار اللوحات الكهربائيه. ما شاء الله، يعني في عده مجالات طالما يجمعها الصناعه. لكن انا اشوف كل القطاع الصناعي. ايوه، الحين القطاع البترولي، شو تخبرنا عن حصول مصفات الشعيبه على هذه الجائزه؟ اول شيء مساك الله بالخير. مساك الله بالنور، ترى ثالث مره نرحب فيك الحين. الشيء الثاني صراحه، اول شيء مبروك الامطار اليوم، ما شاء الله شيء طيب وشيء ان شاء الله امطار خير. اي والله خير وبركه، وانا سعيد بوجودي بهالبرنامج صراحه. اول شيء احب اقول انه برنامج قريب على قلوب جميع المواطنين والمقيمين ايضا. بارك الله فيك، بارك شيء طيب وله نكهه وطابع خاص. اذا ناخذ فكره عن شركه البترول وعن حصول مصفات الشعيبه على هذه الجائزه. طبعا انا ودي ابدا اخوي بسام بعطيك نبذه عن الشركه، مال شركه بترول الوطنيه الكويتيه. نعم. هي طبعا شركه بترول الوطنيه هي جزء من منظومه مؤسسه بترول الكويتيه عامه. فمؤسسه بترول هي القطاع النفطي الكامل لدوله الكويت، واحنا اللي هو شركه بترول الوطنيه الكويتيه تعنى بالتكرير والتسويق المحلي. هذه تكون ثلاث مصافي، مصفات ميناء عبد الله، مصفات ميناء الأحمدي، مصفات شعيبة اللي احنا نتكلم عنها الآن، وعندنا مستودعين، مستودع صبحان تشوفونه جنب المطار دائما، ومستودع آخر اللي هو في شو اسمه بالأحمدي، مستودعين. احنا طبعا كنا نتابع هذه المسابقة المتميزة وكنا مهتمين فيها، بس ما قررنا نشارك. أولا بغى نعرف حنا شنو مستوانا، لأن في معايير كثيرة. بعد ما شفنا البنش مارك معاييرنا مع المعايير المطلوبه، لقينا ان المعايير الموجوده عندنا ان شاء الله تستوفي الشروط هذه كلها. فقررت الاداره تقدمتوا تقدمنا قررت الاداره، وكان احنا صراحه تفاجئنا ان ما شاء الله الهيئه قدموا لنا مو كتيب، كتاب من الاسئله. اي يمكن ما ادري كم سؤال فيه الاخت هذه عند الاستاذ. إيه اسئله كثيره جدا، لدرجة أن قعدنا يمكن شهر كامل قاعدين بس نجاوب على أسئلة نجاوب. لما خلصنا من الأجوبة كان عندنا يمكن كرتون كامل، اضطرنا نحطه في وانيت ونودي لهم من كثر ما الأسئلة كثير. الإجابة بكرتون؟ إيوه. صندوق 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 الحين عندي صندوق كبير من كثر الأسئلة، كانت very detailed، دقيقة جدا، المعايير كثيرة، وكان في استيضاحات كثيرة من عندهم صراحة مجهود. حضرتك قريتي كل الكرتون؟ لا احنا فريق عمل بس اكيد والله يشتغلوا واجد. احنا لا فريق عمل، لان احنا شفناهم دائما كانوا يتصلون علينا ويتواصلون معنا، وكل دوكيمنت او كل مجلد نعطيهم اياه يسالون يتصلون الفتره معينه. في النهايه اختموها بخاتم انهم سووا زياره ميدانيه للتحقق من جميع المعلومات والحقائق اللي اعطيناهم اياها. جاءوا قالوا اطلبوا منا زياره ميدانيه، وحضروا طبعا مجموعه من يمكن حضرت معهم الاخت انتظار، وقعدوا عندنا يوم كامل، وكان مقرر من الساعة 7 للثلاث، لكن ما كفاهم الوقت وقعدوا للأربع وللخمس وللست. أكيد. وأنا أتذكر أني مشيت وهم كانوا موجودين، ما أدري كم قعدوا للساعة. بالتأكيد، لأن أكيد في معايير أستاذة انتظار ومعايير قد تكون محلية، وهناك معايير دولية، هذا راح أتعرف عليه إن شاء الله منك بعد الفاصل، خليكم معنا.
نعود ونكمل حوارنا أستاذة انتظار بالتأكيد لكم معايير في الحكم ما بين المصانع، أكيد تقدم لكم مصانع فلكم معايير للاختيار أو للتصفيات خلينا نقول، ثم هناك بالتالي معايير عالمية أعتقد تطبقونها على المصانع التي يتم اختيارها للدخول لهذه المسابقة، تكلم عنها ممكن؟ أي في الحقيقة المعايير اللي طبقناها هي معايير عالمية، احنا رجعنا من بدايات البرامج التميز الأولية من بدء بمنح جوائز المصانع المتميزة بدءا من جائزة دمج في اليابان انتهاءا بالجائزة الجودة الأوروبية الجودة للجودة، هي كلها جوائز حددت حطوا معايير تقريبا 8 معايير، وهذه المعايير تتشعب منها من 5 إلى 10 أسئلة. وقال كرتون اي هذا هو، لأن هذه المعايير هي 8 وكل سؤال يعني كل معيار تدخل في خلينا نقول 10 أسئلة تفاصيل دقيقة. من هذه المعايير هي المعايير كلها مرتبطة بالجودة الشاملة من تفاعل مع المجتمع بدءا بالقيادة التخطيط الاستراتيجي بيئة أكو في بيئة في إدارة العمليات نتائج الأعمال الموارد البشرية نظام المعلومات والتكنولوجيا في المصانع. فتخيل كل معيار يحتوي على 10 أسئلة، والأسئلة تحتاج لها بيانات أنت تكون موجودة بالمصنع على أساس أن تأكد الكلام اللي يقوله مجلس الإدارة أو الفريق العامل بالمنشأة. ف يعني فطبيعي لازم يبون صندوق، يعني لجنة لمراجعة الأوراق المكتوبة وبعدين لجنة، هي لجنة مشكلة برئاسة المدير العام وعضوية فريق عامل من الهيئة يرأسنا المدير العام، ومعانا محكمين ومقيمين من خارج الهيئة. اللي داخل الهيئة هم لجنة تعمل على حصر مطابقة الشروط وإعداد تقارير. الزيارة النهائية للتقييم مع المستشارين اللي زرنا الأخوان وقعدنا عندهم للمغرب أو بالليل، معانا مستشارين من خارج، دكاترة من خارج الهيئة. ممتاز، يعني عشان يكون في نوع من الحيادية. نعم، موضوعية وحيادية. بالضبط، أكيد. طيب أستاذ مطلق، يعني بالتأكيد عندما مصفات لشعيبة تفوز بجائزة هذا يلقي عليها مسؤولية أن أعمالها أو تطورها يستمر وحفاظها على مستوى هذه الجائزة يستمر، برأيك الإحساس بالمسؤولية هذا شو رح يدفعكم تسوون في المستقبل؟ والله إحنا أخوي أبو عزيز طبعا أنك توصل مستوى متميز كان صعب، يحتاج سنوات يعني توصل مستوى، بس ايضا المحافظه عليه هذا اصعب، تحافظ على القمه انك تواصل افضل مصنع بالكويت. طبعا انت عارف هذا افضل مصنع القطاع النفطي والقطاع الحكومي والقطاع الخاص، يعني كل مصانع الكويت داشه في المسابقه هذه، الحمد لله لنا الشرف ان طلعنا افضل مصنع في تقييم المحافظه. احنا طبعا عندنا استراتيجيات كثيره، من ضمنها واهم الاستراتيجيات 3 نقاط عندنا نحافظ عليها دائما، اللي هي العنصر البشري من تدريبهم تطويرهم وتهيئ البيئه لهم طبعا المناسبه، هذا مهم بالنسبه لنا، سواعد الكويتيه تطويرهم وتوظيفهم والامور هذه. الشيء الثاني المحور الثاني هي الاسيت اللي هي الاصول، اصول الشركه نحافظ عليها من ناحيه اعلى معايير الصيانه والتفتيش والتبديل اذا احتاج الامر والتطوير والتكنولوجيا، فهذه من المعايير نحافظ عليها دائما. والمعيار الثالث او المحور الثالث اللي هو لا يقل هم عن 2 اللي هم النظم الاداريه، فاحنا دائما نركز ان حتى وتطوير هذه النظم بما يتماشى مع التغييرات المستقبليه اكيد. اي طبعا، وناخذ مثل مستشارين خارجيين وندش في الامور هذه كلها عشان نحافظ على النقاط هذه. ممتاز. طيب استاذ انتظار، يعني من كلام الأخ مطلق إنه يقول لك كل مصانع الكويت تتقدم لهذه الجائزة، هل كانت البدايات هكذا أم مع الوقت زادت المشاركات من المصانع؟ هو أكيد يعني الدورة الأولية غير لما تكون في الدورة الثالثة، يعني لمسنا تجاوب من الشركات، والدليل يعني كبار من أكبر الشركات قاعد تشارك معنا، يعني الحين شركة البترول السابق شركة إيكويت من الشركات الكبيرة اللي تحرص على أنها تشارك في برنامج الجائزة.
واحنا قاعدين ندعمهم بالعكس، يعني ودنا وكنا نوصلهم يعني حتى للمصر.